باب الدكالة حتى نوجدو التشابه، كاين باب الدكالة، كاين باب مراكش، باب السماع عندنا في الصويرة، تقريبا جميع المدن المغربية تتسمى الأبواب ديال الأسوار ديالها مسميات عدة. مثلا بحال كاين عندنا باب مراكش، كاين في الدار البيضاء، كاين باب الرب، كاين في مراكش باب الدكالة، كاين مثلا في تطوان كذلك باب العقلة، باب النوادر، باب التوت، عطى الله الأسماء ديال العتيقة.